سلام حبيبتي، اليوم غادي نديرو دي بونبون اللي انا شخصيا كيعجبوني كنحماق عليهم بزاف، اللي هما حلوى الهلام اللي كتكون مصوبه بالجيلاتين. الجيلاتين طبعا ولات معروفه انه كاينه جيلاتين نباتيه اللي الواحد ما يخافش يستعملها. عندنا واحد 30 غرام ديال الجيلاتين، عندنا قياس ديال، انا استعملت هاد الزليف، نتوما ممكن تستعملوا هاد زلافه او كوب او اي حاجه، المهم يكون العبار. واحد ديال الماء، عندنا زلافه صغيره ديال الماء، وغناخدو جوج ديال سنيده. اول حاجه غنديرو غنضيفو شويه الماء هنايا على هاد الجيلاتين هذا، نخليوه يدوب بلا نوجدو السيرو اللي هو غيكون بجوج. عندنا اكواب ديال السنيده السكر خشن مع كوب ديال الماء، غنديروهم فوق النار هكذا يغليو ونبقاو نحركو فيهم. كيف كتشوفوا معنا، ها هو سنيده اللي درنا داك السكر مع الماء بدا كيدوب. كيف كتشوفوا كيبداو يديروا واحد الفقاعات عندنا تماك. هنا كنخليوهم تقريبا يبقاو بحال هكا يغلي واحد شويه. اللي عنده ميزان حراره ممكن يستعملو، اللي ما عندوش انا غنوري الطريقه كيفاش يعرف انه السكر صار جاهز. مع السلامه في التحرك. طبعا باش كنعرفوا السكر بدا كيوج انه صافي السيرو ديالنا صار جاهز، صافي كيبداو كيف ما كتشوفوا عندي هنايا في التراب كيبدا يتكون بحال السكر يابس. تما كيبدا نعرفو انه صافي السيرو صار جاهز، تما كنطفيو عليه. اذا بعد ما طفينا عليه غنضيفو ديك الجيلاتين اللي زدنا عليها الماء. كتشوفوها هي ولات هكذا عندنا، غنزيدوها وغنحركو بسرعه قبل ما انكم عارفين الجيلاتين دغيا كيبدا يجمد. حاولوا نحركو. انا هنا استعملت جيلاتين طبيعي لانني غنستعمل ملونات بنكهات مختلفه. عندي وحده بالفرانكوز وواحده لونها ازرق بنقسمه المسك او المسكه كما كنقولوا حنا. نحركو مزيان. هنا ممكن تقسموا ديك الساعه الخليط اللي خرج لكم على الالوان اللي متوفره عندكم. انا غنستعمل حاليا غنستعمل ممكن جوج الالوان او ثلاثه. غنبدا هذا نكهه الفرانكوز اللي هو احمر، وهذا الازرق. دونك ناخذ واحد الكميه بسيطه من هنا حتى نقادو اللون اللي بغينا. كيف كتشوفو هاهو دغيا كيبدا يتقال. ناخدو من هذا اللي هنا ازرق، وهذا تري جولي. من بعد عندي هاد القوالب هادو، هذا ديال المجمد كندهنوه بشوية زيت. عندي هذا ممكن تستعمل حتى هذا. هنا نحاولوا اننا بعد ما خلطنا هذا الشيء نكونوا شويه سريعين باش نحطوهم في القوالب لانهم كيبداو يجمدوا دغيا. كنستعمل اول لون هكذا، من بعد ما نكمل انا القوالب كاملين نحطهم في الثلاجه تقريبا مده، ممكن تخليوهم يوم كامل ممكن على حسب يبانوا لكم جبدوا. انا عرفت الجيلاتين انها دغيا كتجمد معنا الحاجه، مي ممكن ياخذوا وقت. نستعمل لون اخر. شوفوا نكمل هذا الشيء انا ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم النتيجه كيفاش غتكون. بون ما نقولش لكم، حاولت نكون سريعه اقصى درجه. يلا كملت، جيت هي هذيك مع الوقت. بون منين نخرجهم من المجمد عفوا غنوريكم كيفاش ديك الساعه النتيجه كتكون وشنو غنديروا لهم من بعد. هنا كيف كتشوفوا ها هي جمدات، غادي نحيدوها غير بشويه متخافوش بالسيليكون. هو مع كيف قلت لكم صوب حلوى الهلام راه معروفه ديال حلوى جيلي. هي فوالا نكمل التحييد ومن بعد نرجع. هنا انا حيدت غير النص باش نوريكم شنو غديروا لهم من بعد. كنديروهم في واحد الزيبلوك وكنديروا عليهم سنيده. كيف كتشوفوا معنا ملي كديروا لهم سنيده كتحرك فيهم هيك لا سنيدة هكا غتخليهم ما كيتلسخوش. كتشوفو كنفنغو الماء السخين، دابا هاهم بداو كيتلسخو. نكمل أنا ليبقى وشوفو كيف شتو معايا، هدا هو الشكل النهائي ديالهم. ممكن نتوما كتحيدوهم من السيليكون تكونو حاطين شي صينية فيها سنيدة باش تحطوهم ديريكتومون فيها، يعني بلا ما تحتاجو تخليوهم حتى يلصقو. وشكرا. حاول راحة.